ولا تعد عيناك عنهم. وقفت عليها فعلمت علما شريفا. ايه العلم ده؟ عرفت ان عين حضرة النبي لها من خصوصية النظر ان تحيط بالأمة كاملة. من اول يوم بعثة لغاية سرم ازلي ابدية المحشر. خد بالك يا حسن فكر ولا تعد عينك عنهم، كان باصص لاصحابه بس. اما كيف واحنا لسه ما اتخلقناش كان بيقول اشتقتوا الى احبابي. ازاي واحنا لسه ما اتولدناش اصلا كان بيكلمنا ويخاطبنا ويتكلم معانا ازاي؟ اشتقتوا الى احبابي. قال مين احبابك يا رسول الله؟ احنا. قال لا انتوا اصحابي، ما انا شايفكم احبابي. دول بقى جماعه انا عيني شايفاهم بس لسه الوجود ما شافهمش. فكان يرانا من قبل ان نوجد، وكان يرانا من قبل ان نولد، ويشتاق الينا بالامداد قبل الايجاد. هذه بقى النظرات، ودي العيون الجميله، هذه النظره المحمديه. ولما لا نفرح بنظره المدد كما نخاف من نظره الحسد. اهو يقول له ولا تعد عيناك عنهم. يبقى عيناك دي عنهم، دي مين؟ اصحابك، احبابك، الامه كلها، كل اهل الله، كل اهل الذكر، كل اهل الايمان، كل اهل الاسلام، كل اهل القبله. هو سيدنا النبي عينه على الجميع. ايوه، والا كان ايه يعني واحد لونه اتغير ولا اصفر ولا اخضر ما يشغله في ايه؟ ده كمان انا عايز افهمك على حاجه، ان سيدنا النبي مش مشغول بالامه. يعني واحد في مقام حضره النبي في مقام مشاهده ليل ونهار في تجليات وتنزلات. ده لو واحد فينا مثلا بيحفظ كتاب ولا بتاع ولا عنده الربع بتاع القران بيراجعه، مبقاش دريان بالعالم اللي حواليه من شده التركيز في الحفظ. ما ده اللي بينزل عليه من السماء. كان ازاي يا رسول الله بتتعامل مع جبريل والتنزيل والضعيف الهزيل في وقت واحد؟ ازاي انت بتتعامل مع التأويل والتنزيل والترتيل اللي جاي من السماء اللي ما يتحملوش الجبل؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه؟ ازاي بتتعامل مع قوة التنزيل ده وانت في نفس الوقت حنانك وعطفك مغرقنا وفيض علينا؟ لازم تعرف موطنك من حضرة النبي. اوعى، فانت انت ومن هو، فانت انت ومن هو، مين انت؟ ده جبريل كان بينزل يقعد قدامه يحط ايديه على ركبه ويفتقر اليه. دنا من النبي واسند ركبتيه الى ركبتيه. ده جبريل، ده بقى سيدنا جبريل. سيدنا النبي عايز يقول لكم كلنا طبعا مرنا الحديث ده على مشايخنا في اول الطريق واحنا لسه في اوله، ورب يبدا كلنا قرينا ايه، تلخمنا، اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الايمان، ونسينا كيف يكون أسلوب طالب العلم مع الأستاذ، كيف الكون كله بما فيه جبريل ينزل مفتقرا إلى ما عند النبي من العلوم اللي احنا ما نعرفهاش. كل العلوم التي قرأناها قرأناها ولم نراها، إنما العلوم التي يتلوها النبي رآها. هيخبرك عن رب شافه، هيقولك عن جنة شافها بعينه، هيقولك عن نار شافها بعينه. أنا وإنت بنقراها من الكتب. فليس من رأى كمن سمع. سيدنا ثوبان وقف على قدم الاعتراف بالتقصير في جانب اعترافه بكمالات حضرة النبي. هذا التقصير مع الحب شمله عطف الله سبحانه وتعالى إلى أن رفعوا الرتبة المعية. طب الجزع بيعيط مضطرب، سيدنا النبي هيسيبه كده؟ أطاله اختيار. طب يا رسول الله، ده انت بشر زيك زينا، هو انت تملك انك تخلي الجزع ده يعيش؟ هو لا. هو انت يا رسول الله تملك ترجعه الجنة؟ برضه هو لا. هو انت يا رسول الله عندك من الملكات؟ ها؟ الأس عزيز على ربه. ستنا السيدة عائشة كانت تقول يا رسول الله ما لي أرى المولى يسارع في رضاك. السماء مجرد ما يتمنى. الأنبياء من قبله كانوا يدعوا، لازم عشان يستجاب يدعي، يرفع حواجبه وتقضى حواجبه. يعني يقول قد نرى
قد نرى. مين اللي شايف؟ ها؟ مين اللي بيقول نرى ده؟ الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء. هل دعا؟ أنا عايز أخليها كعبة، عايز القبلة تتغير ولا كلمة؟ أمان على طول، مجرد ما يتعشم بخطره على طول الله يجبر بخطره. ستنا السيدة عائشة خدت بالها من الحكاية دي، ده أو مصالحه في النقطة دي من تمن. قلت يا رسول الله مالي أرى المولى يسارع في رضاك.